مباشرة من مقاطعة كنت البريطانية، حيث وصلت النيران إلى المناطق السكنية. طبعا ما حصل اليوم يأتي بعدما وصلت درجات الحرارة إلى حوالي 40 درجة، والتي تعتبر درجات قياسية بالنسبة للمملكة المتحدة التي لم تسجل درجات عالية منذ العام 2019، حيث سجلت 38 درجة في مقاطعة كامبريدج، وهي تعتبر الأعلى في تاريخ المملكة المتحدة. هذه الحرائق تأتي وسط موجة الحرائق التي تضرب القارة الأوروبية بسبب موجة الجفاف وبسبب التغيير المناخي الذي يشكل هاجس أساسي اليوم للقادة الأوروبيين والعالميين. إذن نتابع هذه الصور المباشرة لوصول الحرائق إلى المناطق السكنية. السلطات البريطانية كانت قد أعلنت الاستنفار، وكانت قد عقدت اجتماع طارئ بالأمس للتعاطي مع هذا الموضوع اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع المقاطعات البريطانية. ويعمل رجال الإطفاء على إخماد الحرائق في هذه الأوقات، وأيضا في وقت سابق عمدت القطارات إلى إبطاء سرعتها بسبب درجات الحرارة العالية. تخطت اليوم مشاهدينا درجات الحرارة في بريطانيا للمرة الأولى عتبة 40 حسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الوطنية. وتشير أيضا بعض التوقعات الجوية أن المملكة المتحدة ستشهد أياما أكثر حرارة على الإطلاق في بالأمس واليوم طبعا بحسب التقديرات التي أعلنتها الحكومة الخبراء الجويين. وطبعا بالأمس أعلنوا ما يعرف بالتنبيه الأحمر، وهو يعتبر عندما تصل درجات الحرارة إلى هكذا درجات عادة ما تقوم الحكومة هناك بإطلاق هذا التحذير والتنبيه، الذي على أساسه تأخذ البلديات والمقاطعات تدابير استثنائية للحيلولة دون انتشار الحرائق بصورة واسعة. طبعا اليوم في كانت حسب ما نتابع بهذه الصور وصلت إلى تخوم المناطق السكنية، وهو ما يعتبر تطور خطير بهذا الموضوع. موجات الحر في بريطانيا أجبرت شركات القطارات كما ذكرنا على إلغاء بعض خدماتها، ودفعت السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف، كما اضطر سلاح الجو الملكي البريطاني لوقف الرحلات الجوية بالأمس في قاعدة نورتون الجوية، كما كنا قد شاهدناها وتابعناها بالتغطية المباشرة أمس بعد تضرر المدرج من ارتفاع درجات الحرارة. طبعا أعلنت بريطانيا حالة طوارئ وطنية بعدما حذرت الأرصاد من أن درجات الحرارة ستتجاوز بالأمس واليوم مستوى 38.7 درجة مئوية الذي كنت أتحدث عنه، والذي هو الرقم الأعلى الذي سجلته بريطانيا في كامبريدج في العام 2019. أيضا فرض مترو أنفاق لندن قيود مؤقتة على السرعة عبر شبكة القطارات، ما يعني خفض الرحلات مع أطول زمن للرحلة. إذن النيران كما نشاهد تتوسع بطريقة سريعة كما نشاهد بهذه الصور المباشرة. فرق الإطفاء هناك لمحاولة إخماد هذه الحرائق تجنبا لكارثة بشرية وإنسانية إذا ما وصلت إلى المنازل، وطبعا سينتج عنها عدد كبير من القتلى في حال وصلت إلى هناك. إذن مشاهدينا هذه التطورات في بريطانيا تأتي وسط درجات حرارة عالية أيضا تسجلها كل من إسبانيا، فرنسا، المغرب وعدد كبير من الدول الأوروبية. أيضا الحرائق تنتشر هناك، هناك عدد كبير من الضحايا وخسائر مادية وخسائر بالغطاء الأخضر كما يسمى، تقدر بمئات الملايين. فيما يرى أيضا الخبراء أن أجزاء من فرنسا ستواجه